اهلا بيكي، اهلا بيكي وبكل الساده المشاهدين. في الاول طبعا هكلمك على ضرب المعلم ودور طبعا مؤثر في الناس كلها، ازاي جه ترشيحك للدور؟ انا العلاقه باسماعيل فاروق من زمان، من واحنا صغيرين، من واحنا في اعدادي، هو جاري وهو اخرج اعمال كتير جدا ومسلسلات وافلام، بس ما كانش ليا نصيب ان احنا نكون مع بعض. فلما رشحني لضربة معلم كلمته، قال لي محمد انا ههدي لك دور مش سهل خالص، وانا عارف انت هتقدر تقدمه كويس وبتاع. فقلت له اسماعيل انا مبسوط جدا ان انا هشتغل معاك بعد فترة كبيرة جدا من علاقتنا، يعني بعد عمر، يعني احنا جيران وصحاب، بس ما كنتش متوقع ان الهدية حلوة قوي كده. مسلسل جميل، مسلسل فيه قيم انسانية عالية جدا، فيه دراما حلوة قوي، فيه علاقات واحداث الناس طول الوقت تبقى عايزة تعرف الجديد فيها ايه. مسلسل شيق، مسلسل بطولة محمد رجب. محمد رجب شخصية واصلة للجمهور كويس جدا، قريبة من الناس، لأنها طول الوقت، يعني محمد طول الوقت بيحاول إن هو يدور على الحاجات اللي بتعبر فعلا عن الناس وعن فئات معينة من الناس. يعني لما يروح يعمل في الأخ الكبير سواء تاكسي، ويجي هنا يعمل فواعلي، فدي فئات من الشعب أو من الناس ما بيتمش تناولها كتير في الدراما يعني. فمهم جدا ان احنا نكون بنعبر عنهم بشكل كبير ويشوفوا نفسهم واحنا بنعبر عنهم في ده. مسلسل حلو قوي، مسلسل مكتوب بشكل حلو قوي، كاتبه احمد عبد الفتاح، كل الممثلين المشاركين فيه نجوم محبوبين للجمهور، رانيا فريد شوقي، مي سليم، الاستاذ الكبير رياض الخولي، استاذ انعام سلوسة. انا استمتعت بالعمل جدا في هذا المسلسل، واتمنى ان شاء الله طول الوقت ان احنا نكون بنقدم اعمال محترمه كده ويحبها الناس ويتفاعلوا معها.